أعلن تاد نوك المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات عزمها استكشاف فرص دعم تحقيق الحياد المناخي في القطاع الصناعي من خلال التعاون مع ممثلي حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية والجهات الصناعية هناك لإنشاء سلسلة قيمة للأمونيا منخفضة الكربون، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين كل من حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا وأدنوك وشركة جي ام بي اتش اند كو او اتش جي كورينتا. أعلنت بريسايت اي هولدينج بي ال سي إحدى الشركات التابعة لمجموعة جي 42 عن إدراج وبدء تداول أسهمها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز بريسايت، وتمت تغطية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة بواقع 136 مرة في المجمل باستثناء المستثمر الأساسي في الشركة المتمثل بالشركة العالمية القابضة، وجمع الطرح العام الأولي عائدات إجمالية بلغت حوالي 1,822,000,000 درهم. أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى إنشاء منظومة عمل تدعم تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2025.